السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم بتمرين خاص بعملية حساب الاحتمالات، وكان التمرين كما يلي: خاص بالمسابقات، اجتاز محمد مسابقتين للتوظيف في مؤسستين مختلفتين. إذا كان احتمال النجاح في المسابقة A هو عبارة عن 0.6، واحتمال النجاح في المسابقة B كان هو عبارة عن 0.7، واحتمال النجاح في المسابقة واحدة على الأقل من المسابقتين هو عبارة عن 0.9. احسب احتمال الاحتمالات التالية. قال احسب احتمال النجاح في المسابقتين A و B معا، معناها هنا التقاطع، واحسب احتمال النجاح في المسابقة A فقط، يعني هنا الفرق بين احتمال النجاح في المسابقة A وعدم النجاح في المسابقة B، معناها النجاح في المسابقة A وعدم أو النجاح في مسابقة واحدة فقط. إذن بعدها احتمال النجاح في المسابقة B وعدم النجاح في المسابقة A، هنا كذلك التقاطع بين B ومعاكس A. قال رابعا احتمال عدم النجاح في المسابقتين A و B، معناها التقاطع بين الحادثتين المعاكستين لـ A و B. بعدها احتمال النجاح في المسابقة B أو عدم النجاح في المسابقة A، معناها هنا الاتحاد بين B ومعاكس A. B ومعاكس A. نبدأ على بركة الله بالنسبة لعملية الحل. إذن هذا ماذا يعني يا شباب؟ هذا يعني أن احتمال A هو عبارة، إذن نقوم بعملية كتابة هنا الحل. إذن الحل على بركة الله، إذن واحد، إذن نبدأ بترجمة المعطيات. هنا لدينا احتمال الحصول على A هو عبارة عن 0.6، احتمال الحصول على B أو النجاح في المسابقة B هو عبارة عن 0.7 في المعطيات. وهنا قال احتمال النجاح في مسابقة واحدة على الأقل هو عبارة عن 0.9، معناها الاتحاد، معناها الاتحاد. إذن الآن نأتي ونقوم بعملية الحساب. إذن واحد، إذن بالنسبة لواحد وكما يلي، إذن نأتي إلى واحد واحد ونقوم بعملية الحساب بالنسبة لواحد. إذن احتمال النجاح في المسابقتين المسابقتين معا يعني هذا أنه التقاطع. إذن هنا عملية حساب احتمال، إذن نكتب هنا حساب الاحتمالات بالنسبة للنجاح في المسابقتين معا ماذا تعني؟ تعني التقاطع، تعني التقاطع بين هذا و A و B، تقاطع بينهما. إذا نعلم أن التقاطع ماذا يساوي؟ يساوي إلى احتمال الحصول على أو احتمال تحقق A زائد احتمال تحقق B، ناقص احتمال الاتحاد. إذن A اتحاد B، A اتحاد B. إذن نقوم بعملية التعويض. بالنسبة لاحتمال الحصول على A هو 0.6 زائدا 0.7، إذن احتمال الحصول على B ناقص احتمال الاتحاد هو 0.9. إذن سوف نتحصل على النتيجة الأخيرة أنها تساوي عبارة عن ماذا؟ إذن هي 0.4. إذن هذا هو الاحتمال المراد حساب. إذن قمنا بعملية حساب. رقم اثنان كان السؤال هو عملية حساب احتمال، إذن اثنان احتمال الحصول على الحادثة اللي هي الحصول أو احتمال النجاح في مسابقة واحدة اللي هي B، احتمال النجاح في المسابقة A فقط
احتمال المسابقة فقط، ماذا تعني يا شباب؟ تعني بالنسبة لي احتمال حدوث هذه الحادثة هو عبارة عن احتمال A ناقصا، إذن A ناقص B، هذا ماذا يعني؟ هذا الذي يعنيه احتمال النجاح في المسابقة A فقط، معناها A ناقص B، وهذا يساوي حتما إلى ماذا يا شباب؟ هو احتمال النجاح في A، احتمال النجاح في A ناقص احتمال التقاطع، A تقاطع B. إذن ونقوم بعملية التعويض، هنا 0. كم يا شباب؟ 0.6 ناقص احتمال التقاطع اللي وجدناه سابقا هو 0.4، هنا وجدناه، إذن ويساوي هنا إلى 0.2. إذن قمنا بعملية حساب احتمال النجاح في المسابقة A فقط. إذن احتمال المسابقة، احتمال النجاح في المسابقة A فقط، معناها هي احتمال النجاح في المسابقة A ناقص احتمال التقاطع، فيعطينا ما سبق. إذن بعدها طلب عملية حساب احتمال النجاح، إذن هنا طلب عملية حساب احتمال النجاح، احتمال النجاح في المسابقة B وعدم النجاح في المسابقة A، وهذا يعني أي حساب، حساب ماذا يا شباب؟ إذن هذا يعني أنه، إذن هو معناها تقاطع، يعني حساب احتمال أن ينجح في المسابقة B وعدم النجاح في المسابقة A، إذن هو التقاطع هنا، إذن هو التقاطع، عدم النجاح في A، عدم النجاح في المسابقة A، يعني الحدث المعاكس نقوم بعملية حسابه بالشكل التالي. إذن أي أن هنا عملية حساب التقاطع، حساب التقاطع نستطيع عملية استخدام التل، إذن باستخدام الحوادث أو باستخدام الاحتمالات الكلية، إذن لدينا احتمال الحصول على B مثلا أو A، احتمال الحصول على A ماذا يساوي؟ هو عبارة عن احتمال حدوث A تقاطع B زائد احتمال حدوث A تقاطع الحدث المعاكس، تقاطع الحدث المعاكس ل B، الحدث المعاكس ل B هنا هكذا، الحدث المعاكس ل B، ولكننا هنا نحتاج، هنا ماذا نحتاج؟ هنا نحتاج التقاطع بين A معاكسة وال B، إذن سوف نستخدم هنا، نستخدم الحادثة B، إذن الحادثة B هنا B كذلك وهنا B، وهنا نستخدم الحادثة A وهنا معاكس A، إذن من هذا ماذا نستنتج؟ ومنه سوف نستنتج أن احتمال التقاطع، إذن هذا يساوي إلى ماذا؟ يساوي إلى احتمال حدوث الحادثة B ناقص احتمال، إذن هذه نحولها للطرف الثاني، احتمال التقاطع اللي هو A تقاطع B وعليه، إذن هنا كل هذه قمنا بها، هذه كانت في المعطيات اللي هي 0.7 كانت في المعطيات، هنا ها هي ناقص احتمال التقاطع قمنا بعملية حسابه ووجدنا أنه 0.4 هنا حسب، إذن مباشرة النتيجة هي 0.3 هو احتمال النجاح في المسابقة B وعدم النجاح في المسابقة A.
إذن يساوي حجما إلى 0.3. بعدها ماذا طلب يا شباب؟ إذن رابعا هنا طلب احتمال حساب احتمال ماذا؟ احتمال النجاح عدم النجاح في المسابقتين. إذن هنا بالنسبة لي 4 اللي هو عدم النجاح في المسابقتين، احتمال حساب احتمال عدم النجاح في المسابقتين ماذا يعني يا شباب؟ يعني احتمال تقاطع، أي أن هذا الاحتمال هو عبارة عن احتمال الحادثة المعاكسة لأ، إذن هو احتمال الحادثة المعاكسة لأ تقاطع احتمال الحادثة المعاكسة لب. إذن ماذا يعطينا؟ هو احتمال هي عبارة عن 1 ناقص احتمال حدوث. إذن هنا نستخدم الحادثة المعاكسة للاتحاد، إذن للتقاطع أ. إذن الحادثة المعاكسة لهذا هو عبارة عن احتمال حدوث أ اتحاد حدوث ب. إذن الحادثة المعاكسة لهذا اللي هو معاكس أ تقاطع معاكس ب هو عبارة عن احتمال حدوث أ اتحاد حدوث ب. إذن ويساوي، إذن قمنا بعملية حساب الاتحاد فيما أو أعطي في المعطيات السابقة. إذن يعطينا هنا 1 ناقص احتمال، إذن ناقص احتمال الاتحاد، احتمال الاتحاد أعطيها في المعطيات اللي هو عبارة عن 0.9، إذن يساوي إلى 0.1. إذن هنا احتمال عدم النجاح في المسابقتين هو عبارة عن 0.1، وهذه نسبة صغيرة وصغيرة جدا، معناها إما أن ينجح الشخص في مسابقة في المسابقة الأولى أو في المسابقة الثانية. إذن قمنا بعملية الحساب. إذن بعدها لدينا الخامسا هو عملية حساب احتمال، إذن خامسا هو احتمال النجاح في المسابقة ب أو عدم النجاح في المسابقة أ، وهذا يعني حساب، إذن هذا يعني عملية حساب الاتحاد التالي. إذن بالنسبة لي هو عبارة عن الاتحاد اللي هو أن احتمال النجاح في المسابقة ب وعدم النجاح في المسابقة أ. إذن أو هنا أو معناها الاتحاد. إذن لعملية حساب هذا الاتحاد نقوم بعملية استخدام الأشياء التي قمنا بعملية حسابها سابقا. إذن هنا الاتحاد ماذا يساوي؟ يساوي إلى احتمال حدوث الحادثة المعاكسة، إذن الحادثة المعاكسة لأ أيوة، زائد احتمال حدوث الحادثة ب ناقص احتمال حدوث الحادثة اللي هي عبارة عن معاكس أ تقاطع ب، معاكس أ تقاطع ب. إذن نستطيع عملية حساب الكل على حدة، نحسب الحادثتين هي الحادثة ب معاكس أو الأ معاكس. إذا الأ معاكس ماذا تساوي؟ هي عبارة عن 1 ناقص احتمال الحادثة أ. إذن نقوم بعملية حسابها. إذن وهذه تساوي، إذن تساوي 1 ناقص 0.، إذن هذه أعطيت في المعطيات هي 0.6، احتمال النجاح في المسابقة 1، إذن هو يساوي إلى 0.4. إذن ومنه سوف نعوض الآن، ومنه سوف نقوم بعملية التعويض الآن، نعوض هنا
إذا احتمال عدم النجاح في المسابقة الأولى هو 0.4. إذا 0.4 زائد احتمال النجاح في المسابقة ب قمنا بعملية حسابها سابقا اللي هي مباشرة هي 0.7. إذا نعوض هنا فقط. إذا نقوم بعملية التعويض. إذا 0.7 ناقص احتمال المعاكس أ تقاطع ب قمنا بعملية حساب سابقا ووجدناه هو 0. كم يا شباب هنا؟ هو 0.3. إذا هو 0.3. إذا ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي إلى 0.8. وعليه قلنا بعملية حساب احتمال أن هذا المتسابق ينجح في المسابقة ب بالنسبة لي. إذا احتمال النجاح في المسابقة ب وعدم النجاح في المسابقة أ هو كما سبق كتابته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ وليد أحمد من مدينة طمنراس. إذا هذا درس في الاحتمالات.